صباحكم مبروك. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معنا اول فيديو في العلاقه نتاع اليوتيوب. غادي ندوز النهار ان شاء الله مع العود ديال القمر، كيفاش غادي نعومو وكيفاش غادي ندوز مع النهار.
ملي غادي تكمل غادي تقدم لنا واحد الشخص. ايوا العلوة تحية للجمهور ديال الروفيكس. مشرفين العمل. هذا الروفيكس شاد. سي محمد عملول. عملول بن حماد. هو الملقب تلقبوا في الروفيكس. معروف على الصعيد. مرحبا ديال السي محمد. نعم. شي تحيه لاصحاب الخيل والصعيد جميع المقدميه اللي كاينين في مراكش وفي جميع المدن كلهم التحيه لهم وكنقدروهم وكنحترموهم وكيحترمونا وراه كلهم مراكش مقدميه واعرين في مركزه واعرين صنايف تاع الامكانيات اللي شويه لهاد القوم لهاد المقدمين تاعو هنايا تاع مراكش. ايه هو والله يبعد عليهم شياطين وصافي. يبعد الشياطين هادي الويل. ايه والله يبعد عليهم شو التحية للحارس الحارس المقدم يوسفي. هنا تل بنيفو. والركبة ديالو. واسماعيل ولا كل شيء ولا جميع المهم جميع المقدمين في المغرب وصافي. تنحترمهم وتنقدروهم العمزي. شكرا سي بنت حماد شكرا على الكلمه. سي محمد فين وصلتي؟ دابا وصلنا حنا في الشمله كنشملوها ان شاء الله. دابا تتشلو هي العمليه الاخيره. باش ما تقصش الوقت. العرفة تخليه هو الاخر. دابا سي محمد ساليتي من ساليت دابا العرس كامل. بالنسبه لهاد الشكيمه هادي دابا هادي كاينه الشكيمه هادي تاع من تبين ديال الغسيل بوحدها كاينه وحده خاصه تخرج العود هذا الضروري حتى هو الصفه هذا الضروري سبحان الله تيزكا تتزكا ايوا زكا عارف واش كاين تيزكا 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 حط رجليك. كنزع
دابا غادي تردوا لكوريا اسمع من ديالك. لا ان شاء الله تنشف دابا الا تما تتمرى. وفين تديه؟ دابا تنشف البصل هي تنشف. اه سبحان الله غادي تنشطوا. عمر كيف شكل العود؟ دابا تخليه هنا تنشف. سي محمد والله ما تسمعش الناس بزاف. تجيك ساعات باش نتوكلوا ان شاء الله. كل المتتبعين يقبلوا علينا اول فلوق. اول فلوق غادي نبداو ان شاء الله. اول مره تتصور ياك؟ اه اول مره. ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله غادي تولي كذا. دابا تخليه هنا تنشف. عندك روفيكس فيديوهات في لي ريزو سوسيال؟ اه ثاني ثاني تلقاو متابعات. واخيرا انت قررتي دير باج فيس. باش نبرصنا تبقى واقف حداه حتى انت تنشف. غنشف انا وياه. دابا تنخليو العاود ينشف ان شاء الله. غادي نمشي نوريوكم لي بوكس اللي كاينين باش مثلا دابا حيت تنخرجوا حنا على برا على حسب الحراره باش العاود تغرب لي بوكس يكون سخان بالنهار وبالليل. دابا حنا عندنا الحراره في مراكش باش يبان تخرجوا على برا باش تغربها تغربها شويه. دابا العاود خليتيه يشوف شحال الوقت تقريبا غادي نشوف لك العاود؟ واحد نص ساعه. نص ساعه تقريبا. نص ساعه. ودابا بحال هكا قلت ليك العاود فاش يكون البوكس الحراره في مراكش هذا ما ياكلش ماكلته مزيان. اه فاش يكون على برا تهضر في هذاك الغربي عاود تياكل وفراه فقيت البرد ياكل احسن اكثر من الصاد. الماكله عندنا دابا في وسط النهار بحال هكا في الصاد. في الصاد ضروري ياخذ الصاد ياكل شي. انت العلوه الخير اتصال تبارك الله موجود. انت بغيتي تعملنا هاد لي بوكس قريب ان شاء الله يا ريت. نحن مع المهرجانات ولا مع الموسم. تبارك الله اتصال كاين كل شيء موجود كل شيء موفر كل شيء بخير على خير ان شاء الله. الله يجيب السلامه. الرجاله كاينين الركبه كاينين الساحات كل شيء موجود الحمد لله. خصنا غير الله يبعد عنا هاد الوباء. اللهم امين اللهم امين. كل شيء كل شيء موجود الحمد لله. الرجاله كاينين اتصال تبارك الله كاين هنا راه تتسع ل 20 عاود ولا اكثر الحمد لله. ها لي بوكس لي بوكس وكاين ثاني كاين هذا لي سباس ثاني ان شاء الله. بادوكس يرتاح مع راسو بلا ما تغاي لهم باش تخرجوا بحال هكا ولا شي لعبه تطلقوا هنا تيجري مع راسو تيعياو ان شاء الله بنرجع نعاود نشوفوا واش نشوف ولا باقي باش نبداو معاه ان شاء الله
هذا النيتواياج اللي قلت لكم تاع الشعر والشمله باش يبقى ليه ديما شعرو رطاب وداك الشيء، والطريقه اخرى كنت ندير ليه الدفيره باش يبقى ليه ديما العرف طيح لواحد الجهه واحده اخرى، هي اللي نخدم بها ان شاء الله الفلوق الجاي غادي نوريكم كيفاش تكون ان شاء الله. ان شاء الله دابا انت حاولتي باش تبين كل شيء وانت تبدي. اه ان شاء الله غادي نحاولوا نبين لهم ما امكن الماكسيموم فيديو باش نستطاع غادي نوريو لهم. نعاود ربطتي هنا ولا خليتي اللي مقدم السي خالد بن حمان. السي خالد بن حمان توا من اجود الركاب ديالنا. نشوف ياك يبقى لي شويه ان شاء الله. كما لاحظنا تيستغرق منا بزاف ديال الوقت باش نشوفها. دابا بغيت نقول هاد الشيء هي باش نشوف هي القلعة اللي تحت باش نشوف صافي باش يبقى لي واحد شوي ان شاء الله غادي نقرا مزيان. اش غادي دير السمم دابا؟ نقول الحفر من الداخل واخا هو حفر نقيها كي تشوفها ديما تنقي الحفر من الداخل نحفرو ونقي نشوفو ليها الأخرى. الاخرى شتي حفرو ونقيها متلقاش فيه شي حاجة ديال ديما حفرو ونقيها شوفو الاخرى ها شفتي الحفرة عندك يزيد نقيها بلا ما تحتاج ديما تنقيها فوالا نقا هو كلشي اللي بغا العود يكون مزيان نقيها. هذا كاع راسي نص على نص العلف عمان نص العلف عمان عمان ديما تسالك الروفيكس بارك الله عليك الله يبارك دابا جبت لي ان شاء الله الكليه ولا شي شي الكليه دابا الكليه ديال الخصي دابا اش ديال الصمم غادي نكبر ان شاء الله الكليه باش نطوي ونشطر الشعر وداك الشيء تاع العمال غادي نحيدو هذا العود كما تشوف ساهل ما تلقاش مع المشكل الدراري الصغار تيركبوا كلشي تيركب واللي بيجي يتعلم مرحبا به. انت سي خالد بعدي حيت تاع فاس قريب حيت فاس قريب دابا جا العمان الى وليت تحيا السي خالد جاج انت وليها باش نبدا المسائل ندير لي الشوشه اوغاش اه دابا مشيت للطهرور باش الحين دابا تشوف انت راه مشيت للدار وما كنتش مشيتش شحال هادي دابا ما بقاش شعر ديما في هذوك العكالي ديما في هذوك الزغبي دابا مشيت مشيت للدار مصبح اللهم بارك
这一次我真的睡着了。بدون مقابل بدون مقابل لا فلوس لا والو يجي ما حنا بغينا كل شيء يكسر كل شيء ديال العاود كل شيء ديال العاود وكل شيء ديال العاود ان شاء الله تحيه لك على الجزيره يلا الاخوان نسحب نبليين بالخيل اللي عندهم عاودات ملاح اللي عندهم عاودات ملاح الله فيك سي يكسبوا جدوى ملاح يجوا مرحبا بهم تيعرض الخدمات ديالو ديال عاودو دابا صافي تسرح دابا شكرا شي المرحله الثانيه اللي غادي ندوزو لها دابا ان شاء الله دابا بنات تشوف بلاصتو اييه غنو نشربوه نحطو هذا الشيء بيا كل دابا طلع شي ان شاء الله باش نحطو ليه هذا الشيء انت ها مش طاوله تدوز دابا لا ما تحرب لها والو دابا من بعد ما غسلتي ليه ولقيتي ليه وخليتي حتى نشوف اشنو هي المرحله الثانيه اللي فين غادي ان شاء الله غادي نشوف بلاصتو غادي نشربوه غادي نعتقد كلشي تعرف في الصور باش نسيبو يلا على بركه الله تشرب الماء بزاف صح دابا خصو يشرب تاعو
الميكرو. حسنا الفلوق ديالنا في هذه المرحلة هادو تتم ديال المراحل ان شاء الله غادي نديرهم في فلوق اخر نهار اخر ان شاء الله وديروا جيم وبارطاج وابوني ومرحبا بكم.